حريم صغير كان أم كبير، لكنه حي. الرهان أن نأتي به حيا يا حجل. وكيف لنا أن نمسك الريم حيا؟ ذلك يستدعي براعة خاصة، فمن كان يمتلكها يستحق أن يمتلك زلفة. أتتخيل نفسك قادرا على الإمساك بالريم حيا؟ الحب يفعل المعجزات يا حجل، وأنا متيم بزلفة. لا أظنك جادا، فابحث عن رهان آخر. أنت خائف أن نفوز وتخسر؟ أنا خائف أن نخسر كلانا، فلم أسمع بأحد استطاع أن يحظى بريم قبل أن يرديه قتيلا. ذلك يجعل لزلفة قيمة أكبر. ماذا قلت؟ إنه رهان مجنون، فلا بأس أن أجن معك. إذن نخرج للصيد صباح الغد معا، وفي منطقة الصيد نفترق، فمن يسبق الآخر بالعودة إلى القبيلة جرى الريم وراءه يتقدم لزلفة خاطبا، ليكون ريمه أول هدية لها. لن نفلح يا جهجاه، ولكن إن كان للحظ دور فسأكون أنا صاحبه، لأنني الأكثر ولها بزلفة. أتظن ذلك؟ قد سمعتني يا ليث، هل ثمة كمين تعده لجندع ورجاله؟ هل تريدنا أن نعد لهم كمينا؟ لا، أريدهم أن يأخذوا المال ويرحلوا بسلام. لماذا؟ لأنني وعدته بذلك، ولأنه عاملني معاملة الضيف للرهينة. لكنه لست وقاتل. أنت لم تعرفه عن قرب. صحيح أنه امتهن اللصوصية، لكن فيه من الخصال ما يجب احترامه من أجله. لا يا جدي، ليس هناك شرك، ولن أفعل ما يغضبك. وأنا أصدقك. عمت مساء. جرب الميتة بمناقير الطيور الجارحة، ولا بأنياب وحش ضار جائع وكاسر. إنه أبطأ أنواع الموت وأشد إيلاما. لم أكن أعلم أن حقدك بهذا السواد. كيف يكون حقد من فجع بقتل ولده في ليلة زفافه؟ ألم تقتله بأعصاب باردة يا درباس؟ تعرف لماذا قتلته؟ لقد قتلت من كان سيقتلني. أعرف أنك قتلته. أنا أرى أن تقتله الآن يا أبي، فربما ينقذه من الموت عابر سبيل. عابر سبيل في هذا المكان الموحش؟ هذا المكان لا تراه إلا الطيور في السماء أو الوحوش على الأرض. ربما يموت جوعاً وعطشاً قبل أن تشتم رائحته الوحوش أو الطيور. ولكنها تشتم رائحة الدم. صهيب، أتوسل إليك، أرجوك أن لا تؤذي ابن أخي، أرجوك أن تطلق سراحه، أرجوك. إنه فتى صغير ولا مكان يذهب إليه، ولا تنسى أنه آخر نسلكم. صهيب، صهيب، عليك اللعنة يا صهيب.
فأل سيء يا درباس، نذير شؤم لما نحن فيه. الأبطال لا يكون يا درباس. الأبطال من يكون يا عرندس؟ الدموع تعني الرحمة، تعني الصفح، تعني ما فعله ضيغم ببندر وصحبه. النار في أحشاء من طرح الدمعة يا عرندس، فكيف لصاحبها أن يكون رحيما؟ ومنذ متى كان الحقد يولد صفحا؟ الدموع هي الدموع يا صاحبي، إذا خرجت من مقلتيك غسلت أحشاءك من الحقد. كان بيهس أخوه جرهم أمانة في عنقه، أمانة تركها أخي وهو يموت بين ذراعي. أفتصر الأقدار على أن يموت هو أيضا بين ذراعي؟ ليست الأقدار يا درباس، إنه صهيب بن شاور. نعم يا رندس، إنه صهيب بن شاور. هل ترون معي الأعناق التي تتطاير؟ أرى صهيب بن شاور وأوصاله المبتورة تحيط بجسده. أرى ولده بهرام يبكيه قبل أن أخرج السيفي من ظهره. إنهم الأكثر عددا، وفيهم الفرسان الأقوياء. نحن الأقوى لأننا الحق والثأر. لا رحمة يا ضيغم، لا رحمة حتى لو خرت نساؤهم وأطفالهم إلى الأرض نائحين. لا رحمة يا درباس، لا رحمة يا عرندس. إلى أين يا جهجاه؟ إلى صيد الغزلان يا سيد القوم. تتركان تدريب الرجال لتذهبا لصيد الغزلان؟ نحن في انتظار عودة ليث من مهمته. لن نغيب أكثر من نصف نهار. نصف نهار؟ وتصطاد به غزلانا؟ وقد نأتي بها أحياء أيضا. لا تنسوا أن ليثا سيعود مع أبي اليوم. وهل ننسى أمرا كهذا يا سيد القوم؟ ثلاثة رجال ضخام الأجساد. إنهم هم. فأين ابن الوهاج؟ إنهم ثلاثة رجال وثلاثة جئذ فقط. هل قتلوا ابن الوهاج؟ ربما هو في مكان قريب من هنا. هو القتل. إنهم يستعدون للرحيل، فهل نلحق بهم لنعرف أين يضعونه؟ بل سنجبرهم على البوح بمكانه لنشكل طوقا حوله. ابقي لجانبي هذا الباب. ماذا لو كانوا كثيري العدد؟ إنهم ثمانية لا أكثر. إنهم سبعة يا درباس، فبينهم امرأة. ألن تظهروا أنفسكم؟ تحتاجون أضعاف عددكم لكي تنالوا منا، وقد تأخذون ثلاثة فقط. أنتم عرب وأنتم لصوص أوغاد. لصوص أوغاد؟ من الذي يهاجم الآخر؟ أين ابن الوهاج؟ من؟ ابن الوهاج؟ سيد الجوارح؟ أين هو؟ هل أخبروكم أنه معنا؟ قد اختطفتوه بواسطة قزم ضئيل، فلا تنكروا ذلك. قزم؟ لسنا من تبحثون عنهم. لقد رأينا غرماءكم. لا تصدقهم يا شاهين. إن كنتم تريدون الموت فلا تصدقون.
أنتم من يطلبوا الموت. إنهم ليسوا الخاطفين. أستغرب أن تأخذ معك كل هذا العدد لجلب المال. إنه مال، فالحذر واجب لأجله. فكيف إذا كان المال مالكم؟ ما زلت تعتقد أني أعد لك كمينا؟ إنه حدس اللعين، رغم أنه نادرا ما يخذلني. وسيخذلك هذه المرة أيضا يا جندع. أتمنى ذلك كي لا تخسروا حياتكم. أين رأيتموهم؟ كنا في طريقنا إلى الشمال عندما صادفناهم. وكيف نعلم أنكم لا تكذبون؟ لأننا لا نكذب أيها الرجل. كان هناك قزم صغير بصحبة مجموعة من المقاتلين، ولو كنا نعرف أن الشيخ الذي معهم هو ابن الوهاج لما أبقينا على حياته. لماذا؟ لأن لابن الوهاج في نفوسنا مكانة طيبة، إنه خير سادة العرب. إليك عني يا هيبانة، ولكنني لم أفعل لك شيئا. نظراتك اللعينة تفعل الكثير. إنما أردت أن أخفف عنك وواسيك ريثما يعود ديسا. أنت حرة. ابن الوهاج لم يكن مقيدا، فكيف لنا أن نعرف أنه كان أسيرهم؟ هل تذكرون النقطة التي التقيتموهم بها؟ نطمع أن ترشدونا إلى تلك النقطة لنبدأ البحث عنه من هناك. ولماذا نرشدكم؟ نحن سنأخذكم إليها لأنها في طريق مسيري. سنفعل ما هو أكثر من ذلك. إن أردتم عوناً كنا لكم. سنتكفل بهم وحدنا، فهم لا يفوقوننا عدداً. وماذا لو كان هناك غيرهم؟ قد نسيت في غمرة حماسك أية مهام صعبة تنتظرنا يا عرندس. لم أنس يا درباس، لكن ابن الوهاج رجل نحترمه جميعا، وصهيب بن شاور لن يطير، وديار برقش ستبقى في مكانها. برقش بن عارم؟ هل تقصدون دياره؟ هل تعرفينه؟ ومن لا يعرف وشر وأقبح الناس. أية علاقة تربطكم به؟ علاقة السيف بالأعناق. إذن هو العداء بينكم. نحن في ابن الوهاج الآن. ماذا قلت يا درباس؟ أحب أن أخلص ابن الوهاج من الأسر. إن كانوا أكثر منا عدداً قبلنا عونكم، فكان ديناً لكم في ذمتنا. نحن لن نفعل ذلك من أجل ابن الوهاج فقط، بل نفعله لأننا نمقت أولاد الشيطان. هل انشقت الأرض وأخرجتك يا بيشة؟ أهو إطراء أم ذم يا سيد القوم؟ ذم يا بيشة، وأنت لا تستحقين إلا الإطراء، لأنك دائما تأتين في اللحظات الحاسمة. هل حسمت أمرك في مسألة زواجك؟ لماذا أنت حريصة على الزواج دائما؟ هل تفكرين في تزويجي من ابنتك مثلا؟ وهل تريد الزواج منها يا سيد القوم؟ بالطبع لا. قد أخفتني يا سيد القوم. أخفتك؟ أعني لأن رضوى صغيرة على رجل محنك مخضرم مثلك، وأنت لم تعد صغيرا. ماذا تعنين بأني لم أعد صغيرا؟ الصغير طائش متهور، يفكر في اللحظة ولا يفكر فيما بعد. والباشق ليس كذلك. الباشق مهيب الطلعة وإن لون لحيته بالسواد، رصين متأنف عالي المقام، وعالي المقام يحتاج زوجة ترعاه وتحن عليه، لا زوجة يقوم على خدمتها. وهل ترينني أخدم زوجتي وإن كانت صغيرة؟
كلنا يعلم أنك كنت تعنى بهند أكثر مما كانت تعنى بك، ومن قبلها كانت بثينة. عليك اللعنة يا بيشة. علي إن كنت لا أريدك أن تعلو وتسهو حتى تطال السحاب. حسنا، تعالي لنجلس. يبدو أنني أغضبتك بما قلت. ليس كثيرا يا بيشة، فأنا أعرف أني عزيز على قلبك. وأنت عزيز يا سيد القوم. لهذا أريدك أن تنصحيني وأن تكفي عن مناداتي بسيد القوم. أنصحك بماذا أيها الباشق؟ أنت تعرفين فتيات القبيلة كلهن، فأيهن تختارين لي؟ أنا؟ أجل أنت، ولم لا؟ لقد منحتك ثقتي فلا تخذليها. أي الأسباب تدفعك إلى طلب الزواج؟ وأي الأسباب تدعو الرجال إلى الزواج؟ أظنك مختلف عن باقي الرجال، وأظن أن سعيك للزواج هو بدافع الرغبة في أن يكون لك ولد. بل أولاد يا بيشة، أولاد، فأنا لم أهنأ بولدي من هند. إذن عليك بمن ستأتي لك بالأولاد. بالطبع. إن تزوجت أي فتاة، صغيرة كانت أم كبيرة، فأي ضمان لك بأنها ستكون قادرة على الإنجاب؟ أعني أنها قد تكون عاقرا كبثينة، وقد تكون ولودة كهند. فكيف تعلم إن كانت كبثينة أو هند؟ إلى ما تلمحين يا بيشة؟ عليك أن تتزوج من امرأة ولود أو امرأة سبق لها أن أنجبت، كي تكون على ثقة من أنك ستصبح أبا. المرأة التي سبق وأنجبت متزوجة يا بيشة، هل أخذها من زوجها؟ هناك نساء بلا أزواج وسبق لهن الإنجاب. أتريدينني أن أتزوج من أرملة يا بيشة؟ أرملة لسيد القوم؟ أريد التأكد من أنك ستصبح أبا. هذا ما تنصحينني به؟ لكي يكون لك نسل أيها الباشق. لم أعد أريد نصيحتك. كما تشاء يا سيد القوم. اللعنة، كان ابن الرومي أحن منك عليه. إلى أين تقودنا يا ليث؟ قلت لك أن المسافة طويلة، لا تقل إنني لم أنذرك. ظننتك تبالغ،
لم أكن أبالغ، ومع هذا فقد كدنا نصل. وصلنا يا ليث؟ وصلنا. أشتم رائحة شرك. قيدوه. هيا هيا. حاسة الشم لديك قوية يا جندع. فك قيدي لأحضر لك المال، وأمر رجالي بعدم التعرض لكم. أين رجالك؟ فك قيدي أولا. فك قيده. أطير معك قريبا من قلب ابن الوهاج. سافة يا سافة، أنا ليث، اظهروا، لن يكون هناك قتال. إنهم أكثر منا كما ترون. وإن كانوا، نحن الأقوى يا ليث. لن أغامر بحياتكم من أجل المال. هؤلاء هم كمينك يا ليث؟ أرنا أنت ورجالك ماذا أنتم فاعلون. لا نستطيع أن نفعل شيئا وجدي تحت رحمتك. كنت تعرف أن هناك شركا يا ابن الوهاج؟ لا يا جندع، لم أكن أعرف. تكذب. إياك أن تصم جدي بالكذب يا جندع. ألقوا أسلحتكم جميعاً. هيا. أين المال؟ سعفة، هات المال يا ديسم. ألم تسمع ما قلت لك؟ أن نختصر الطريق عبر تلك الغابة. فلماذا توقفنا إذن؟ الغابة ليست آمنة دائما. هل تخشى وحوشها يا درباس؟ ولا حتى لصوصها. وكيف نختصر الطريق ونحن نسير بهذا البطء؟ لو سلكنا أي طريق آخر لوصلنا بعد حلول الليل. سنصل بعد حلول الليل على كل حال.
لا تعطيه المال قبل أن يصبح سيد القوم بيننا. تقدم يا ابن الوهاج. ترى كيف سيكون منظر حجل عندما يعود فيرى جهجاه وقد اصطاد الغزال حيا؟ اصطاده حيا أم اشتراه من أعرابي يا بحر؟ المهم أن لا يزل لساننا كي نسلم من غضب جهجاه. بكم اشتريته يا جهجاه؟ اشتريته؟ لقد اصطدته يا هيبانة، اصطدته. لم نسمع عن أحد استطاع صيد الريم حيا. أنا فعلته، فعلتها يا هيبان. كيف؟ لا أريد أن أخبرك لأنه سر الصياد. ما كان على هذه المعركة أن تحدث. أين جندا؟ لابد أنه تمكن من الفرار. بطعنة القاتل لا يمكن يعيش. عاد جهجاه بصيده وولدك لم يعد بعد يا أبا حجل. لقد عاد الباشق للشرود مجددا. ترى ماذا يدور في رأسه؟
لن تتكهن يا أبا حجل، فهو في حال جديدة كل يوم. إلى أين يا إخوة العرب؟ نتابع طريقنا يا سيد القوم. ستتابعون طريقكم عبر طريقنا. لا أظنكم تغادروننا قبل أن تحلوا ضيوفا علينا. عرض طيب من رجل طيب، نحن ممتنون لك. لم تنان وقد أنقذتم حياة سيد القوم. ما فعلناه كان واجبا، وعلينا أن نفعل الواجب اتجاهكم أيضا. ولكن يا لكن صهيب بن شاور لن يطير، وكذلك برقش بن عارم. لا يمكننا قبول ضيافتكم قبل أن ننتهي مما نحن مقدمون عليه. وما الذي أنتم مقدمون عليه؟ لا أعرف من يكون صهيب بن شاور، ولكنني سمعت عن برقش بن عارم، سمعت عنه كثيرا. فهل أنتم من قبيلته؟ وهل ترانا مثله أنجاسا يا سيد القوم؟ إذن ستكونون ضيوفا علينا، ومن ثم تتابعون مسيركم. ضيوفا ليوم واحد لا لثلاثة. الخوف يأكل قلوبنا عليهم يا أبا حجر. إني لأشد خوفا عليهم منكم. والخوف لن يعيدهم إلينا. أجل، ويجب أن نفعل شيئا. اقترحوا، فكل آذان صاغية. سيد القوم على حق، حتى لو جمعنا الرجال وخرجنا في إثرهم، فأي أثر نتعقب ونحن لا ندري أين هم؟ وأن نبقى قاعدين نندب حظنا كالنساء أمر لم يقره ابن الوهاج يوما. ما الذي تعنيه يا جاجا؟ أعني أن علينا أن نخرج في طلبهم، حتى ولو زرعنا الأرض طولا وعرضا. أرسلنا شاهينا ليفعل هذا فلم يعد، ثم أرسلنا رقيما فعاد وحده. أتريد أن تخلي القبيلة من الرجال دون ما بصيص أمل يا جاشا؟ حتى حجل الذي ذهب للصيد معك لم يعد بعد. تذهب للصيد مع حجل ولا تعودان سويا يا جاشا؟ نحن الآن في الرجال الذين خرجوا ولم يعودوا يا سيد القوم، وفي ولدي حجل أيضا. ما كان عليك أن تتركه وتعود وحدك؟ كان ذلك جزء من رهاننا. جزء من رهانكم؟ يعني جزءا من اتفاقنا. فقد اتفقنا أن نخرج إلى الصيد معا، وفي منطقة الصيد نفترق ليجرب كل منا حظه على حدة. ولما حظيت بصيدي عدت إلى القبيلة متوقعا أن يكون فيها. هذا عذر من لا عذر له. عذرك أنك والد صاحبي، وإلا لكان لي شأن آخر معك. تتهدده في مجلسي يا جاجا؟ نحن في أبيك وابن أخيك وباقي الرجال يا سيد القوم. خذ كل الرجال وابحث عنهم. هيا، ماذا تنتظر؟ تعاتبني لأنني لم أفرط بمالك يا سيد القوم؟ أنا لا أعاتبك، أنا غاضب منك لأمرين. أولهما أننا كنا سنموت جميعا لولا ظهور البواسل هؤلاء، وما ظهروا إلا بمحض الصدفة. وثانيهما أنك جعلتني خائنا للعهد في نظر جندع ورجاله. لا يعطى عهد للص قاتل يا سيد القوم. بل يعطى لأحط الناس، وإن أعطي كان الوفاء به حقا. ولكن يا جدي. ثم إنني أخبرتك أن جندع لا يشبه اللصوص الذين نعرفه. اللص يبقى لصا يا ابن الوهاج، حتى وإن حمل بعض الخصال الحميدة. ليث فعل ما فعل حرصا على مال القبيلة يا سيد القوم، وهذا يكفي. ألم يكن ذكاء مني أن أضع الحصى بدل المال يا ليث؟ إذن أنت من فعل ذلك وليس سعفة. أنا يا ليث، بعد أن عرفت أين أخفاه سعفة. وتظن ذلك ذكاء؟ ما كنت لأدع اللصوص يسرقون مالنا يا ليث. لا فائدة الآن وقد حدث ما حدث. هذا هو لب الأمر وخلاصته. ربما حان وقت النوم يا جدي. ليس قبل أن نسمع من البواسل ما يطفئ نار فضولنا. إن كنا نملك ما نطفئ به نار فضولك قد أطفأناه. تملكون يا عرندس، تملكون، ولكنكم تجدون حبس ما في صدوركم. ومن منا لا يجيد حبس ما في صدره يا شاهين؟ هذه ليست إجابة شافية يا درباس. فما الذي يشفيك؟ أن أعرف كيف اجتمعتم ولما. ألم تعرفوا كل شيء عنا؟
عرفنا دون أن نسألكم. نحن نسألكم لأننا أحببناكم. أنا أيضا أحب أن أعرف ما الذي بينكم وبين برقش بن عارم؟ ليس برقش فحسب، فهناك صهيب بن شاور أيضا، وهناك بندر بن طفيل. إنها ليلة طويلة فلا بأس أن نقضيها في الحديث، وأحب أن أبدأ ببرقش بن عارم. ألقيت شبكتي عليه فأمسكت به بتلك السهولة؟ لا، لم يكن الأمر سهلا. انتظرت طويلا في أعلى الشجرة إلى أن تقدم هذا الضبي ليأكل الطعم أسفلها. يبدو لي طيبا هادئا ومستسلما. لو لم يكن كذلك لما قبل شبكة سكنا له. ولكن ماذا عنك؟ كيف لم تحظى بغزال وقد تأخرت عني نهارا كاملا يا عجل؟ المهم أنك ربحت يا جهجاه. لم أربح بعد يا عجل، لم أربح. كيف؟ ماذا لو صدتني زلفة؟ ماذا لو لم أجد القبول لديها؟ فإن فعلت؟ تركتك تجرب حظك. فإن لم تكن زوجتي فلا أقل من أن تكون زوجة صاحبي. ولن تغار أو تحقد علي؟ قد أحزن وقد أغار، لكنني لن أحقد عليك يا حجل، لن أحقد. عهد بيننا. كأنك على ثقة من أنها سترفضني وستقبل بك. أكذب إن قلت إني لا أتمنى ذلك. إما أن تخبريني ماذا هناك، وإما فأنت تعرفين أباك عندما يغضب. قلت لك إنه مجرد حلم. زلفة، لو صدقتك لما عدت إلى مساءلتك. هناك أمر ما تخفينه عني،
إما أن تبوحي به أو تركت أباك ينتزعه منك. ماذا تعرفين عن أمر أختك يا هيبانة؟ ما تعرفينه يا أمه؟ تكذبين أيتها الخبيثة؟ ألا تبكين إن رأيت أهل القبيلة يذبحون؟ أراهن أنك تبكين إن وخزت أحدهم شوكة، فما بالك وهم يذبحون؟ والحلم مثل الحقيقة. كل شيء إلا أن تكوني عاشقة يا زلفة، كل شيء. أرسلوا للطبيب بسرعة بسرعة. ترثني وأنا حي؟ ليتني كنت مكانك لأقاسي كما قاسيت. أنت أيضاً قاسيت الكثير في غيابي. ليس مثلك يا أبي، وأنت الطاعن في السن. أملت أن أراك عند جندع بدل ليث. هل حدثك ابن الرومية بشيء؟ لم يحدثني إلا عن موته البطيء خوفا علي. لقد أرسلت ليثا عوضا عني لأني أثق به كما أثق بنفسي، حتى لا تبقى القبيلة بلا سيد يسوسها. قدرت هذا. هل كان تصرفي خاطئا؟ لنقل كان تصرفا غير حكيم. جميل أن أرى شعرك أسود ثانية. أيها الباشا، كيف تلقيت مصابك بفقدان ولدك وزوجتك؟ بالبكاء والجنون أولا، وانتهيت بقلب ثابت. ألم تفكر في الرحيل بحثا عنهما؟ أين؟ في القلاع؟ ربما. تعرف أن من خطف أصبح عبيدا،
والعبيد يباعون في القلاع، وإن بيعوا لن يصعب عليك العثور عليهم. هذا إن بقي هناك، فليس كل عبد يباع في القلاع يبقى فيها. أم تريدني أن أرحل لأبحث عنهما في أرجاء المعمورة كلها؟ ربما إنها الزوجة والولد. لم يبق من العمر الكثير لأقضيه في البحث عنهما. ما بقي من العمر يكفي لكي أتزوج من جديد وأنجب أطفالا كثر. أتفكر في الزواج؟ ما رأيك أنت يا أبي؟ هو أمر لابد منه إن كنا قد قطعنا الأمل من عودة من نحب. لا أمل يا أبي، لا أمل، ولا أخفيك أني كنت أنتظرك بفارغ الصبر كي أستشيرك في أمر زواجي. وها قد جئت. قل لي، من اخترت أيها الباشق لتكون زوجة لك؟ زلفة، زلفة بنت أبي عتبة. زلفة؟ تلك الفتاة الصغيرة؟ هيبانة هي الصغيرة يا أبي، زلفة أختها الكبرى. أعرفها جيدا، إنها صغيرة جدا على رجل في مثل سنك. الفتاة عندما تكون قادرة على الإنجاب ليست صغيرة يا أبي، ما زال كلام أمي يرن في أذني حتى اليوم. هل تحدثت إلى أبيها؟ قبل أن أطمئن على سلامتك، قبل أن أراك ترفل بثياب العافية، قبل أن أرى يدك وهي تمتد ليد أبي عتبة كي تخطب لي زلفة. إذا لم تكن موافقا يا أبي نسيت الأمر نهائيا. لا أظنك ستنسى أيها الباشق، ولا أظن أن أبا عتبة يوافق أن تكون زوجا لابنته. أي حب وأي ولا، إنه ابن الوهاج سيد السادة. وجده عندما تلقفته بين آدابك الطويلة. تتحدثين عن آدابك يا زلفة، وأنها لأجنحة عصفور ترفرف لتبعث الدفء في جوانحي. كذبت عندما قلت لي بأنك ستخطبني في اليوم التالي. لم أكذب عندما قلتها، ولكن واجب اتجاه ابن الوهاج من صورني كاذبا. متى تخطبني يا ديسا؟ كنت سأفعل الليلة لولا أن الجميع منشغلون بابن الوهاج. ألا ترى أنه الوقت المناسب والفرحة تغمر الجميع؟ تريدينني أن أتحدث إلى أبيك الليلة؟ لست أنت،
والدك. دعيني أتحدث إلى أبي ليلى، وغدا يكون لقاؤه مع أبيك. أحبك يا ديزا. أحبك يا زلفة. كيف يستطيعون أن يحولوا الحزن إلى فرح والغضب إلى رقص؟ ماذا تعني؟ ابن الوهاج قد فقد ابنته وحفيديه وزوجتي ولديه، فانظر إلى البشر الذي يطفح من وجهه، وأهل القبيلة قد فقدوا من فقد وكأنهم لم يفقدوا أحدا إلا شاهين، فهو غير قادر على تحويل ألمه إلى فرح حتى بنجاة عمه وسيده. الحزن ولا الغضب قادران على إعادة ما فقدنا يا عرندس، وإلا لكنت بكيت بيهس ليل نهار، ولكنت بكيت أختك أسيل كل الوقت. الغريب أنه هو الوحيد الذي لا يريد أن يسلم بما أصابه، لأنه مثلنا يا طيران لا يريد أن ينسى. أتمنى نعيش في هذه القبيلة إن كتبت لي النجاة. ولم لا؟ فقد أصبحت وحيداً بعد أن غرقت قبيلتك بالطوفان. ألمح المكر في عينيك. وهل ترين في حبي لكما مكرا يا أماه؟ أنتما هنا لأني أحبكما. أريني حبك يا ديسم. منذ متى وأنتما تلحان علي بالزواج؟ ستفعلها أخيرا. لو أن الأمر أمر زواجك لصرخت عاليا وعلى الملأ. الصراخ يأتي يا أبي بعد أن تقبل عروسي بي. من صاحبة النصيب؟ ابنة أبي عتبة. زلفة، لقد أحسنت الاختيار. سأطلبها الآن من أبيها. لن أمنعك. لماذا لم تخبرني من قبل أيها الماكر؟ ما معنى ابتسامتك هذه يا شاهين؟ تتساءل كيف اجتمعتم؟ لقد أخبرناك كما أخبرنا الجميع على ما اجتمعنا وكيف. ليس هذا ما عنيته. فماذا عنيت يا شاهين؟ كيف اجتمعت أسماؤكم فاجتمعتم بها؟ العرندس، ضيغم ودرباس. وكيف يجتمع الأصحاب يا شاهين؟ يجتمعون، ولكن أسماءهم نادرا ما تكون واحدة. وهل ترى أسماءنا واحدة يا شاهين؟ نعم، العرندس ليس هو الليث العظيم؟ بلى. وضيغم، أليس هو الليث الذي يعض فيقطع؟ ودرباس هو الليث الذي يزأر فيصم الأذان زئيره. أحسنت يا شاهين، ولكن ربما هي الصدفة. ولكنها صدفة عظيمة. وأنت أيضا شاهين، الطير الجارح الجاري.
أريد أن أحلق فوق الليوث وهي تجري لتنهش لحم أعدائها. أريد أن أكون معكم. أنت تريد أن تترك قبيلتك وتأتي معنا؟ بعد أن فقدت من كنت أعيش لأجلهما، بت مثل درقاء بعد فقدانها لوالدها. البقاء هنا في القبيلة وجرحي ندي يعني البكاء على الأطلال، وأنا لا أريد البكاء، أريد أن أكون معكم. أنت تريد أن تذهب معنا إلى الموت يا شاهين؟ أنا في الموت هنا يا درباس. لن نزج بك في معركة ليست معركتك. كيف لا؟ كيف لا وقد زججت بكم في معركة لم تكن معركتكم يوما؟ كنتم عونا لي على الجندع وعصبته، فلما ترفضون أن أنال الشرف ما نلتم؟ لا يا شاهين، ستحاربون أسفل الخلق، قبيلتين قويتين بمقاتلين كثر، فما يفعل ثلاثة رجال أمامهم وإن كانوا أبطالا؟ وما الفرق الشاسع بين الثلاثة وأربعة أبطال؟ أربعة خير من ثلاثة يا درماس. لا يا شاهين، هذه قضية ثلاثتنا فقط.